وصلنا لآخر فقراتنا اليوم مع الفنان التشكيلي العماني أحمد المعمري. أحمد طبعا رجعنا لك مرة ثانية. أحمد قول لنا أكثر عن بداياتك مع الفن، مع هذا الفن التشكيلي والرسم بشكل عام. حياتي إيمان، أنا صار لي الحين تقريبا هدى معك بدينا نتفاهم من إيمان. اوكي. بديت الموضوع من سن 11 سنه، يعني 33 سنه الحين صار لي بديت في الرسم. يمكن كنت متاثر كثير مثل مجله ماجد، حجازي، وبهجه الفنانين الام، خلينا نقول الشخصيات اللي هي تعتبر اسطوريه اكثر، او مثل فيزكس. بعدين تطور الموضوع معي، اغرمت بالرسم بالزيت كثير. كان توجه تجريدي وسريالي، ولكن طبعا بحكم اني كنت صغير ما كنت يمكن فاهم الموضوع هذا. وهكذا تطورت العمليه. طيب كلمنا عن هذا الفن، فن الأكليريك، وإيش هو وليش قررت تدخل هذا يعني النوع، يعني تدخل هذا المسار من الفن؟ فن الأكليريك بورينج، أو بالعربي اللي هو سكب الأكليريك، هو فن يعتمد على مثل ما شفتوا إحنا بنستخدم تقنيات معينة لما نسكب الألوان بنحصل على تأثير معين. هذا هو اللي بيعطي نتيجة اللوحة، وطبعاً كل فنان على حسب انفعالاته ومشاعره الداخلية. يعني الفن هذا، أنا صار لي 18 سنة تقريباً تركت الرسم واتخذت قرار أن أنا ما أرسم، نتيجة شيء صار معي بعد إعصار جونو اللي صار عندنا في سلطنة عمان. فقدت كل أعمالي وكل لوحاتي. راحت. راحت، ولما رجعت بعد إعصار عمان يعني حسيت أنه ما في هذيك الرغبة. لا، أنا لقيت حتى يعني أحد من الجيران يعني مستخدم اللوحات، لأن كلها خشب وأحجام كبيرة، يعني مسوي يعني تكرمين حظيرة للغنم. صدقيني حتى ما بغيت أعرف شو اللي صار، ما سألت شو اللي صار إنه خلاص. فالحين السنة الماضية 29/5/2020 لفت انتباهي فن الأكريليك بورينج، وأغرمت به، صار عندي شغف فعلياً، وبلشنا فيه والحمد لله يعني. طيب حلو، خلينا الحين، انت قلت لي انه بتساعدني شويه انه انا اتعلم. يعني هذه الرسمات وهذه الاشياء، هل هي كذا يعني بالحظ يطلع لك الشكل اللي انت تبغاه، ولا انت تحط في بالك تتصور شيء وتبدا تسويه؟ هو زين انك انت طرحتي هذا السؤال، بس عشان ابي اوضح شغله. ناس كثيره يعتقدون انه شويه شخبطه، ان احنا مجرد ان انا بخلط الوان واسكب من هني. لا، الموضوع مختلف تماما. الموضوع يعتمد اكيد، يعني انت لو ما متمرسه مثلا في استخدام يعني كيف شلون تستعاملي مع الالوان، تتعاملي مع الكانفاس، لان الموضوع مو مجرد الوان فقط. الموضوع احنا نستخدم اليوم ماتيريالز عندنا، سواء الميديوم، المواد البسيطه، زيت السيليكون وخلافه وخلافه، وكل شيء يختلف. التكنيك يحتاج الوان تكون ثقيله، اخف، وهكذا يعني. طيب وشلون نبدا؟ طبعا انا هني اول شيء كان المفروض اطبق كذا تقنيه. هني سويت اول تكنيك اللي هو الاوبن كوب، الكوب المفتوح. بعدين سوينا تكنيك السكب الحلقي، وهنا استخدام السكين. الحين اللي انا بخليك تشتغلين عليه شيء بسيط جدا وممتع. طبعا انا جهزت الكانفاس هنا، حط خلفيه سوداء. طيب عندنا هنا كميه الوان، شوفي شو اللي تبينه. ممكن مثلا انا بسوي قدامش مثلا على سبيل المثال بشكل بسيط، ابسط ما يكون. ممكن مثلا احنا نسوي نرسم مثل دواير على سبيل المثال، بتاخذ الشكل وبنبتدي نسكب وانا معاش. فشوف شو الالوان اللي انت اكمل على هذا اللون. ايه، تسوين دواير مثلا داخل. تحس انه هذا الفن منتشر خاصه، بسم الله، وش ذا الدائره؟ ما مشكله اسوي انا. انزين، لا تكثرين، بس حاطين الوان ثانيه. طيب هذه حاله نفسيه اتوقع. حط لها الوان ثانيه بس عشان ما نحتاج. طيب يلا اوكي، وش احط وش وقع؟ احس هذا يضبط معاه. كله بيطلع حلو ان شاء الله. طيب وش اسوي الحين؟ سوي مثل دواير ما سويتي، بس حاولي مش يعني الداخل ما كثر شوي. ما كثر. فن الأكريليك بورينج هو فن جديد بصفة عامة في العالم، وخاصة عندنا في الميدل إيست، يعني ما منتشر. يسمى شخبطة يعني. أيوة هي شخبطة. تحس إنه يعني اللي شخبطة ممتعة. تحس الناس يتجهون لك كثير، يعني أنت بما إنك تعطي دورات وكذا، تحس إنه فيك. يعني الحين جيل الشباب اللي طالعين بأمانة جيل مبدع. إنزين، أنا بسوي مثلاً كام الشغلة، خلينا مثلاً الأصفر، نحاول بس إيش نركز في النص مثلاً، نعتبر نفسك كأنك قاعدة ترسمين مثلاً وردة فعلياً. أوكي. كذا مش كثير، لأن بنطبع عليها بعدين. طيب يلا. فالحين جيل الشباب طالعين جيل مبدع بأمانة يعني، وللسبب هذا أنا قاعد أتبنى أي حد أحس إنه موهوب فعلياً. اوكي. كانه يعني عندش الانفعالات. عندي انفعالات قويه.
الرخام بعد هذا الستريس قاعد يطلع في هاللوحه. هو احنا ممكن نكتفي طبعا بس ما نبي كثير، مثلا خطين كذا مثلا. اوكي حاولي تركزي على المنتصف بس لان هذا اللي بيعطينا نتيجه اكثر. اوكي طيب يلا. تمام، وبنجيب لوحه اخرى بنفس المقاس هذا. هذا التكنيك ممتع وبسيط في نفس الوقت. تمام، احنا اللي بنسوي ابيش الحين بس تضغطين بظهر يدش عليه بحيث انش يعني توزعين كدا الالوان. ايوه انا حتى ما امسك لك اياهم عشان ما تتحرك. لازم ظهر يدي يعني على اساس ما ياثر الاصابع او كذي. احس وجه ايمان بيطلع لنا الحين. معلش يعني بعد كذا عاد منش. عاد انت اليوم زعلتني ايمان وما تعرف تتكلم لهجه اهل الرياض، يعني يقول تتكلم 18 لهجه. إيوة الا لهجتنا. ايوه لا انا ما ابغى يعني انا يعني ما يعني ما ابي او خلينا نقول يعني ما ابي ادخل في لهجات ثانيه لان المشكله عندي اللهجات كلها دش ببعض ميكس صايره. اوكي تمام، احنا ممكن نكتفي هني. تمام، اللي بنسويه ان انا بمسك اللوحتين وبحاول ان انا اسحب هي هني. هذا اللي هو بسم الله الله، هذه لوحتك مو لوحتي. مره حلو، انت اللي سويتيها هذه. يعني انه الفكره اللي انا ابغى اقولها انه انا ما كان في بالي شيء، ممكن اسويها كذا وتضبط وممكن انت يعني كمتمرس اكثر هو كتنسيق اكثر تعتمد. يا بس مره حلوه صراحه. يعني هذه لوحتك مثل ما قلتش انا يعني ما انت اللي سويتيها بيدش. روعه، هو شيء ممتع. الحين كثير مثلا عندي اشخاص اعرفهم يجي يقولوا لي مثلا اولادي مثلا حابين يمارسوا، فحتى سويت فيديو من فتره للاطفال. احس انه حلوه للاطفال يعني انه يطلعون يفرغون فيها بعض الرسومات بعض أكيد الاشياء. وبعدين والوقت بعد يمر عليهم. الطاقه السلبيه، شوفي لما تشتغلين فن الاكريليك بورينج او فن الريزن تنسين الدنيا واللي فيها اي ستريس عندك تطلعين منه. الالوان ممتعه لان الالوان اوريدي يعالج بيها علاج نفسي، تسوى جلسات بالالوان يعني. صحيح صحيح. فانت انت هل انه مثلا دورات اللي تعطيها الناس يكونون اصلا يعني عندهم حب لهذا الفن ولا تبدا معاهم من اول يعني من البدايه؟ هو لابد انه يكون الشخص اصلا عنده ميول فنيه. يعني اذا شخص مثلا ما له بالموضوع يجي يقول لي مثلا لو شنو ما سوى ما راح يبدا. راح يميل وايدين يجوني يجي مثلا مره مرتين ثلاث ما يستمر، وفي اشخاص ثانيين يستمرون يعني. ولازم تحب الشيء علشان تسوي زي ما تكلمنا في بدايه حلقتنا. بالنسبه لهذه اللوحه يعني كثير عجبتني، هي نفس الطريقه ولا شيء ثاني؟ لا هذه رسم انا الحين مستهويني حيل الفن التشكيلي الافريقي، فبلشت الحين ان انا اسوي مجموعه لوحات من وحي الفن التجريدي. طبعا هذه الوان اكريليك على الوان معدنيه زيتيه، دخلت الالوان ببعضها روعة روعة. طيب عادي أعطيك لوحتي وتعطيني لوحتك هذه؟ لا فعليش نتبادل اللوح. يعني مرة كثير يعني تلامسني هذه اللوحات فأحبها، أحب الإبداع اللي يكون فيها. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. يعني صراحة أمتعتنا اليوم بالألوان وبهذا الفن الحلو وتعرفنا يعني على موهبة صراحة من جد مشرفة في الوطن العربي. يعطيك ألف عافية.